هذا المكان ليس مكبا للنفايات والفضلات، وإنما هو مستودع مفتوح لعظام الإبل مختارة بعناية من قبل حرفيين مهرة، بغية تحويلها إلى أغراض وقلائد وأساور وخواتم تحظى بإعجاب سيدات من مختلف الأعمار. يدير عبد القادر هذا المشغل الصغير الكائن بالحي القديم في العاصمة الصومالية، حيث يضع لمساته الفنية على عظام الإبل مستخدما تقنيات بسيطة بمهارات تعلمها من أسلافه الحرفيين. إن عظام الإبل هي مادة أساسية في هذا المشغل، وهي قوية جدا، ونصنع منها المسابح والقلائد والأقراط والخواتم وأعواد المكاحل التي تستخدمها السيدات وأشياء أخرى من أدوات الزينة. ويرى ملاي وهو حرفي آخر أن الأعمال اليدوية التي ينتجونها في هذا المشغل جديرة بالعرض في معارض دولية وإقليمية، لكن الدخل الذي يأتي منها حاليا لا يتجاوز المصاريف الأسرية، الأمر الذي أدى إلى ترك بعض الحرفيين لتلك المهنة والتحول إلى مهن أخرى أكثر دخلا. أنا أعمل في هذا المشغل لصناعة التحف والمنحوتات، وأقوم بمعالجة عظام الإبل وقرون البقر وأصداف السلاحف البحرية لصنع حلي النساء والأدوات المكتبية. ويتعامل الحرفيون مع بعض زبائنهم مباشرة أحياناً، إلا أن معظم منتجاتهم من عظام الإبل تذهب إلى أصحاب المحلات التي تبيع التحف الفنية والمنحوتات والأدوات التقليدية والعتيقة، والتي يحرص عشاقها على اقتنائها كتذكارات من عصر الأجداد. أنا كنت أعمل في صناعة التحف، لكنني أقوم ببيعها الآن في هذا المحل ليس فقط للكسب المادي، وإنما أيضا للحفاظ على التراث الذي يمثل هويتنا كصوماليين، وكذلك ربط الأجيال المولودين في الخارج بتراثهم. الحمد لله رب العالمين أشهد ما ندخ. ولا يقتصر عمل الحرفيين في هذا المشغل على عظام الإبل، بل يعملون حليا أخرى من أسداف السلاحف البحرية وقرون البقر وأسداف جوز الهند أيضا، وهي مرغوبة لدى كثير من الصوماليين. ينحتون من عظام الإبل قلائد وأساور وتحفا فنية أخرى، ربما يكون لرعاة الإبل موقف آخر، لكن هذا العمل هو وجه آخر من وجوه الاستفادة من الإبل، أهم ثروة حيوانية في الصومال. علي حلني، بي بي سي، مقديشو.